مساء الخير. بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. Wrapped up, so consumed by all this hurt. If you ask me, don't. أشرفية 1944 ريزيدنشال تاور جاهز للسكن ببرايم لوكيشن، بعيد دقائق عن ساحة ساسين، المتحف، العدلية وأهم المراكز ببيروت. تاور للسكن مؤلف من 14 طابق، قسم شقتين بالطابق وقسم شقة واحدة بالطابق. الأبارتمنتس الأصغر مساحتهم 200 متر مربع مع 3 بادرومز، أما المساحات الأكبر فهي 300 متر مربع مع 4 بادرومز. تاور مأمن فيه 3 طوابق للباركينج، 2 منهم أندرغراوند مع ستارج رومز. من أهم المواصفات 2 برايفت إليفيترز، سولار باور، سبليت اي سي وسنترال اي سي يونتس، وجيبسون بورد ديزاين مع لايتينج. أشرفية 1944 هاي أند تاور مؤلف من 25 شقة، 7 منهم أفيلابل، كلهم سامبلكس مع بانوراميك فيو من أي طابق. ستارتينج برايس $2,300 بالمتر. تيا بيلدينج بمنطقة أدما مؤلفة من 4 طوابق وأبارتمنت وحدة بكل طابق. لكجوري بيلدينج وبانوراميك فيو بشارع داد أند، بعيد دقيقة عن الطريق العام. كل أبارتمنت مؤلفة من ريسبشن أرياز، ليفينج روم، 3 ماستر بيدرومز، بالإضافة لميدز روم ولوندري روم. مساحات الشقق ابتداء من 336 متر مربع ودوبلكس 600 متر مربع. كل الابارتمنت تابع لهم تيراس بيطل على الفيو. ابارتمنت مجهزه بامدادات شمني، دبل جليزنج ورخام اوبن بوك. تابع لكل ابارتمنت 4 باركينج. طابق مخصص لدرايفرز روم وبرايفت جيم، وطابق تاني للباركينج. تيا بيلدينج بلوكيشن فخم وفيو بيطل على خليج جونيور. ستارتينج برايس $2,400 بالمتر. Legendary love forever you and me underneath the sun, no other place I'd rather be. فيرتيني بيفيردان بروجكت سكني فخم مؤلف من 2 تاورز و 33 ابارتمنت، اما العدد الافيلبل للبيع فهو 21. لوكيشن استراتيجي بيفيردان كاشف على فيو مدينه وبحر. تاور اي مؤلف من 14 طابق، اما تاور بي 4 طوابق. ابارتمنت سامبلكس ابتداء من 170 ل 340 متر مربع. هاي سبيسيفيكيشنز من ضمنهم 2 برايفت جنريترز، 2 اليفيترز بكل تاور، كل تاور عنده برايفت انترنس، و33 ابارتمنت مقسمين على 2 تاورز، قسم شقه بالطابق وقسم شقتين بالطابق. اما بالداخل يوروبيان ماربل بالصالونات والباثرومز، وخشب ماسيف بالغرف، بالاضافه لسانيتري اوروبيه، وكيتشن خشب تك مع توبريزين. كونسيلد وسنترال اي سي سيستم وهيترز. فيرتيني بروجكت بيجمع بين المودرن واللكجري لايف ستايل بموقع استراتيجي بفيردان. 21 ابارتمنت هاي اند افيلبل للبيع، وكل شقه تابع لها اندرجراوند باركينج وستارج روم. ستارتينج برايس $4,500 بالمتر. ثلاثة فيلاز للبيع بمنطقة بيت مري جاهزين للسكن، وموقعهم بيطل على بانوراميك فيو واسع
وبالشارع سكني برايفت مع أوتوماتيك جيتس. مساحة الأرض 1000 متر مربع وكل فيلا عمار 1000 متر مربع مقسمين على 5 طوابق، 3 منهم سكن. فيو كاشف من خليج جونيا لبيروت من أي نقطة بالفيلا. تتميز كل فيلا بإمكانية فصلها لشقتين مستقلين، سامبلكس ودوبلكس. هاي إند فيلاز كل وحدة مجهزة بإليفيتر، برايفت جنريتور، ووتر تانك، سبليت اي سي يونتس وشوفاج، بالإضافة لرخام وسانيتري أوروبية وباركي بالغرف. تابع لكل فيلا 2 برايفت جاردنز كاشفين على فيو ما بيتسكر على البحر والجبل. 3 فيلاز للبيع ببيت ميري ببرايم لوكيشن وشارع خاص. تابع لكل فيلا 4 باركينج مع غرفتين. تريبليكس 760 متر مربع بأهم موقع بالأشرفية، بعيد أمتار عن ساحة ساسين، وفيو 360 درجة بكل الطوابق. فولي فرنشت أند ديكوريتد، مصمم بفخامة وبحالة ممتازة. 3 طوابق بيوصلن بانوراميك انترنال ليفت بالإضافة لدرج مشترك. أول طابق 280 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز مع داينينج روم. جست باثروم، مطبخ وتراس. بيتميز أول طابق بدبل هايت موصول بالطابق الثاني، مساحته 200 متر مربع، مخصص لثلاث غرف نوم ماستر وكيتشينات. أما آخر طابق فهو للإنترتينمنت ووان ماستر بدروم بالإضافة لكيتشينات. لكجيري فينيشينج بالداخل وفرنتشر كلها كاستم ميد. كل طابق عنده مدخل مستقل ومأمنة فيه جميع الخدمات. مواصفات التريبلكس بتتضمن أرض رخام، فاونتن بالصالون، تشمني ودبل جليزينج. هاي أند تريبلكس مميز وفخم ببرايم لوكيشن بالأشرفية. عنده 2 برايفت جنريترز، 4 أندرغراوند باركينج مع ميدز روم وجيم بأول طابق. للبيع بسعر 2,750,000 دولار. بلغت تصرفات العقارات من أراضي وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن وإيجارة منتهية بالتملك بدبي نحو 307 مليون درهم، منها 228 مليون درهم معاملات بيع أراضي وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة حوالي 79 مليون درهم. وأفاد التقرير التصرفات اللي بيصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي بأنه الدائرة سجلت 164 مبايعة، منها 93 لأراضي بقيمة 136 مليون درهم و71 مبايعة على شقق وفيلات بقيمة 92 مليون درهم. وتقدمت الحبية الثالثة على باقي مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، فمنطقة الثانية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعات قيمتها 16 مليون درهم. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كثيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافة المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.